البقاع اللبنانية يستضيف مئات ألاف اللاجئين السوريين وألاف اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. محمود المدني لاجئ فلسطيني من حيفا، غادر فلسطين إلى سوريا خلال النكبة عام 1948 حين كان يبلغ من العمر 7 سنوات تقريبا. خرجنا من فلسطين بأصوات القذائف، نساء تصيح، الأطفال تصيح، الرجال ما يعرفوا وين تروح. طلعنا بالبواخر بسوريا، الشعب استقبلنا استقبال رائع. زهري الراعي فلسطينية، خلال النكبة وحين كان عمرها 5 سنوات غادرت يافا مع أهلها إلى دمشق على أمل العودة قريبا. احتفظت كالكثيرين بمفتاح منزل أهلها هناك. الوالد كان عنده سيارة كميون الشام دوري، الوالدة شامية، شام ما حنطول إن شاء الله حنرجع. قدموا لنا خيرات كثيرة وقدموا الأكل والشرب. اقتلعت جذور زهرية ومحمود من فلسطين، وفي دمشق بدأت رحلة اللجوء الأولى من المسجد إلى المدرسة في الخيمة، وبعدها بدأت رحلة الاستقرار حتى اشتعلت الحرب في سوريا، ومن دمشق إلى لبنان قصة لجوء ثانية محفوفة بالصعوبات. النكبة الثانية أصعب لأنه أولادي كلهم كانوا موجودين معي، كل واحد راح بديري. فلسطين لي 4-5 سنين ما شفت أولادي الصبيان، ما بتحس حالك قاعدة مبسوطة هون دغري. الغلا يا محمد خصة الحكمة. 32,000 لاجئ فلسطيني قدموا من سوريا إلى لبنان وفق الأونروا. بعضهم فضل العودة إلى سوريا بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي عاشوها في لبنان. 90% من الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان يعيشون دون خط الفقر وبحاجة ماسة للمساعدات وفق الأونروا. هؤلاء عاشوا النكبة مرتين، جذورهم في فلسطين، والحروب نزعت سقوف منازلهم أكثر من مرة.